مساء النور متزكي معكم أخوتي إخوتتي المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن، بداية سنة موفقة. كنشكر التتويج اللي تم من طرف مؤسسات المغاربة الأمريكيين للديمقراطية بالولايات المتحدة، تتويج كرجل سنة في مجال النضال والدفاع على ممتلكات مغاربة العالم. التتويج هذا يثلج الصدر صراحة، وخصوصا أنه جاي من إخوان، فهذا واجب وصراحة يثلج الالتفاتة، تثلج الصدر. اليوم يعني بداية هذه السنة صراحة واحد الموضوع اللي فيه المزايدة على وطنية مغاربة العالم، ومع هذه البداية هذه وخصوصا ما خرج به واحد التصريح ديال رئيس الجامعة الملكية ديال كرة القدم القجاع، السي القجاع، أنه نادى واحد الشاب يلا من مغاربة العالم يلا بدا كيدير بلاصتو، وأول هدف ليه في هذا الفريق العريق ديال برشلونة، وغي 100,000 كشيفة باش توصل بنادم لتماك، فطالبوه باش يجي يلعب في أفريك، وحسب اللسان ديال هذا القجاع ما قالو حتى المواد ما خص، يعني راه لا خليت بلاصتي يعني عندو ظروف. وهذا الشيء كلشي تأول بأنه فضل إسبانيا وفضل وعلى حساب المغرب، واللي كيجي يلعب في المغرب راه شرف، ويعني واحد تضخيم إعلامي اللي ولا وصل في المواقع لحد السب في هذا الشاب هذا اللي صراحة ظلما وعدوانا، وفي واحد المزايدة كبيرة وواحد المفهوم غالط على ما هي المواطنة. اولا غير موفق هذا الخروج ديالكم السي القجع، ثانيا هاد مغاربة العالم راه خط احمر، خط احمر لماذا؟ لانهم ما صوتوش، ما عندهمش الحق، محرومين الدستور تينص، وانتم حرمتوهم في هاد البلاد، محرومين من التصويت يعني باي صفه كاع باش تتكلم انت على مغربي من مغاربة العالم. واش هو نحتوه حق التصويت؟ يعني مغاربة العالم 5 المليون زيد على واحد 5 نون ديكلاري، وهذا راه ما خص يكون، يكون عندنا واحد 25% في البرلمان ممثلين ديال مغاربة العالم، ويكون عندنا واحد الحكومة هي فيها واحد النسبة ديال 25%، يمكن هذيك الساعة نعاتبوا هاد مغاربة العالم لأن عطيناهم. وهاد مغاربة العالم فمين زايد عليهم تحدى السي القجاع، راه هما لا كان شي حاجة سميتها السلم الاجتماعي، وانتوما دارين بأن بحكم المناصب اللي عندكم، غريب جدا، انتوما رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم في الفيفا، عضو في الفيفا واحد يعني منصب عالي جدا، وزير منتدب للمالية، مدير الميزانية، ثم يعني واحد السيد خلق في 70، مهندس انجينير، يعني هذا هو اللي كاين. فكيفاش هادشي كله؟ هذه هي الوطنية عندكم ولا شنو؟ يعني شنو هي، ما هي الوطنية؟ الوطنية أولا هي العفة، لكن أنا فهمتي تفهم، ثانيا ماشي كومي دو بوست، ثالثا بغيتك تجاوبنا السي القجاع، نتوما اللي هاد مغاربة العالم واحد زياش اللي كانوا جبتوه ورجع وابل ديال السب تاهو عليه بأنه نون ديسيبليني، وغامر يعني واجه هولندا بأكملها لأنه خلق تماك وبغاو يلعب معاهم وفضل الوطن، ففي آخر المطاف ما كيناديوش عليه حتى دابا لأنه نون ديسيبلين. سبحان الله لا ديسيبلين، وعندكم واحد السكانير من 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 لا نازا نتوما ديال لا ديسيبلين. هذوك النوادي الراقية اللي كيلعب فيها دابا تشيلسي وهذا ما لقاوش هذا الفيروس ديال نون ديسيبليني، غير هنا اللي كيلقاوه. على أي هذا الشيء كله؟ فالموضوع اللي بغيت نشد معاك فيه السي القجاع هو أنه بغيناك تجاوبنا على مغاربة العالم باب دارنا. نتوما مسؤولين على البيرو دو شونج بحكم وزير منتدب ومدير ديال الميزانيه، فتم الاستماع لوالي بنك المغرب
على ظروف كيفاش اليوم تيتقال بان الفلوس في الاوفشورينغ شي 100 مليار ولا شنو، ومغاربه العالم تم استدعاهم عبر اشهارات من جميع بقاع المغرب وحطوا رزقهم عند موتيق وكل شيء وطلع كل شيء مشى ليهم، فما عمركم ما حركتوا شي كلمه. او لا اليوم كنسالكم ما هي المسؤوليه ديالكم لا كانوا خرجوا هاد الفلوس، هاد الدوفيز خرجت للاوفشورينغ، هذا هو اللي كنطالبوا به حنايا. ثانيا ان مغاربه العالم الى كاين شي حاجه اسمها السلم الاجتماعي كما قال، فهما مغاربه العالم، وانتم بحكم هاد الميزانيه اللي كتوزعوها عندكم الصلاحيه ديالها راه 9 مليار ديال الاورو اللي دخلات عمله صافيه، هذيك جات من العمل ديال المغرب، ما كيطلبوا منكم والو. والمواطنه بغيناها تكون كما هي في الدول الراقيه، كيمشيو للانسان الضعيف هو اللي كياخذوا بيدي، كما اخذوا هاد الدول بهاد عبد الصمد الزلزولي اللي كنحتو باش يكمل العمل ديالو، وحنا مفتخرين به في هذاك الفريق الراقي اللي هو عالمي البرشلونة، وبلا تسيس وبلا حتى حاجه يكمل المسار ديالو وما ينتبهش للخزعبلات، ويجي الوطن ديالو معزز مكرم ويلعب وقت ما بغى وقت ما ساعدته الظروف. ثانيا ان في المواطنه كنتكلموا على المفهوم هو اللي خداو بيد هاد الضعيف كيوصلوه. وحنا علاش نتوما كدايب بور لي فو دارتيفيس، يعني علاش ما نعيطوش لواحد وزير التعليم نجات باغ اكزومبل سبيل المثال جيت تساعد، راه عطات في اوروبا بوطالب احسن عمده في هولندا في تاريخ هولندا، جيبو حتى هو يساعد، علاش ما نجيبوش الناس اللي يسيروا الحكامه وهادي من مغاربه العالم؟ علاش الضجه كلها غير على الفوتبول؟ علاش الطاقات اللي في مغاربه العالم ما تجيش تدخل تساعد هذا الوطن؟ لانهم محرومين من التصويت، وانتم كتكلموا ولكن مغاربه العالم خط احمر باش تزايدوا عليهم في الوطنيه ديالهم. ولهذا غادي نوضوا لهذا الموضوع هذه السنه ان شاء الله، وغنشوفوا كيفاش نخرجوا بشي خلاصه ديال مطالب مشروعه اللي تحط على ارض الواقع، وما يبقى تحديد زايد على المواطنه ديال مغاربه العالم. تحياتي اخوتي المغاربه.